بعد النطق بالحكم الذي قضى بمعاقبة أغلب المتهمين بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ، جلس محمد عبد الحميد محامي المتهمين يراجع أوراق القضية تمهيدا للطعن على الحكم لإثبات براءة موكليه من التهم الموجهة لهم بسبب وفاة ميار ذات 17 عاما أثناء إجراء عملية ختان لها قبل أشهر. هيئة المحكمة منعت القنوات التلفزيونية من تصوير الجلسة، ولكنها سمحت لنا بالتحدث مع محامي المتهمين. ما كانش في منهم نية لعمل إجرامي، تمام؟ والدكتورة وضحت بتقرير فني إن هي ما قصدتش عمل عملية ختان، وما كانتش بتعمل عملية ختان، وإنها رأت إن دي زوايد جلدية. على الجانب الآخر، رفض نشطاء في محافظة السويس استخدام الرأفة مع المتهمين استناداً إلى المادة رقم 55 من قانون العقوبات، والتي تجيز استخدام الرأفة حال رأى القاضي أن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً. لازم يبقى في كمان رد رادع لكل الدكاتره اللي بيقوموا بالعمليه دي من ناحيه المهنيه، يعني ممكن مفروض ان هي كان مثلا تاخد ايقاف يعني في العمل، يلجأ ان هي لا تمارس المهنه. وحتى بعد وفاة ميار وأخريات غيرها أثناء إجراء عملية الختان، لا تزال هذه العمليات مستمرة في مصر، إما لأسباب دينية على الرغم من تأكيد دار الإفتاء المصرية أنها مخالفة للشريعة الإسلامية، أو لأسباب تتعلق بالأعراف والتقاليد على الرغم من الإجراءات الحكومية لمحاربة هذه الظاهرة. فقد أقر البرلمان المصري تغليظ عقوبة ختان الإناث، ليعاقب كل من قام بختان أنثى بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وبالسجن المشدد حال التسبب في عاهة مستديمة أو حالة وفاة. كما تقوم الحكومة المصرية بالعديد من حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة. محو أمية النساء يساهم إلى حد كبير في خلق حالة من التنوير، تبتدي تعرف إن في توعية صحية وتعرف الأضرار الصحية السلبية التي قد تتعرض إليها الفتاة في قضية الختان. غير أن النشطاء يرون أن ما تقوم به الحكومة غير كاف، وهو ما يدفعهم إلى تكثيف نشاطهم ليشمل عدة محاور لمواجهة ختان الإناث. إحنا اشتغلنا أول حاجة مع الأطباء إزاي أوعي الناس بأهمية الأعضاء اللي بتزال في هذه الممارسة. اشتغلنا على الأئمة والشيوخ في أن احنا نغير الرسالة اللي عندهم. وقد أظهر مسح السكاني الصحي الصادر عن وزارة الصحة عام 2014، والذي تقوم به الوزارة كل 4 سنوات، أن حوالي 1 من بين كل 5 فتيات في مصر تم ختانها، وترتفع أعداد الفتيات المختتنات حسب محل الإقامة ومستوى التعليم. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.